بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وحده، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده، رضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وعمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم، وعنا فرض عنا معهم يا رب العالمين. توفي اليوم أخونا أبو جميل قيطاز رحمه الله تعالى، بعضكم يعرفه وبعضكم قد لا يعرفه، وهو من المواظبين على الصلوات في مسجدنا وممن نشهد له بالخير والعمل الصالح، فرحمه الله تعالى وغفر له وأنزله المنزل المقرب عنده، ورحمنا جميعا إذا صرنا مثله وفي الدنيا وفي كل حال. لا يدوم إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه الدنيا دار فناء. البارحة صلى الفجر ومشى معي قليلا، ثم في المساء جاءني الخبر أنه توفي ولم يكن مريضا في شيء، فسبحان القادر على كل شيء. صحابينا الذي نتكلم عنه اليوم هو عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه. يقال عكاشة وهو الأصح والأفصح في اسمه، ويقال عكاشة بالتخفيف. عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه كان ينتسب إلى قبيلة بني أسد ويقال بني أزد، وهي قبيلة كانت تعيش قريبا من مكة، فجاء في مطلع شبابه إلى مكة فسكنها وحالف بني عبد شمس. وكان الرجل من العرب إذا كان أصله من بلد أو من قبيلة أو عشيرة ثم انتقل إلى أرض أخرى أو إلى مكان تقيم فيه عشيرة أخرى، لابد له أن يحالف أقواما جلسوا في هذا المكان. فلما نزل عكاشة رضي الله عنه بأرض مكة حالف أهل مكة من بني عبد شمس، وهم أناس لهم وجاهتهم وقيمتهم وقوتهم. ولما أن بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بادر عكاشة رضي الله تعالى عنه فقبل الإسلام ودخل فيه وصدق به واطمأن بذلك قلبه. وأراد المشركون أن يؤذوه ويعتدوا عليه كما يعتدون على باقي المسلمين وبخاصة الضعفاء والفقراء، لكنهم عرفوا أن لهذا الرجل حلفاء من قبيلتهم. ولعلنا أشرنا في ترجمة الصحابي عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه إلى أنه كان قد دخل في جوار بعض المشركين وهو الوليد بن المغيرة، فكان لذلك قيمة عند العرب. العرب إذا سمعوا أن فلانا أدخل فلانا في جواره أو فلانا حالف فلانا فإنهم من الشيم الحسنة التي ورثوها من أيام سيدنا إبراهيم وتدارست أو تنوقلت فيهم ومضت فيهم، وهي من الشيم الجيدة من قبل الإسلام، أنهم يحفظون العهد ويكرمون الوعد. فمن دخل في حلف أو محاورة أو اقتران أو صداقة مع جماعة فإنهم يحترمون له ذلك فلا يؤذونه. لذلك لما آذى المشركون المستضعفين من المسلمين حفظوا لعكاشة رضي الله عنه حلفه مع بني عبد شمس فتركوه، فنال بفضل الله تعالى عليه وبتقديره له أن يبتعد عن أذى المشركين له. ثم مرت الأيام عليه وهو رجل مبرز في دينه، صادق في اتباعه، يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وتمر الأيام فيكون يوم الهجرة، وينطلق عكاشة إلى المدينة فيقيم بها. حتى إذا مرت الأيام فكان يوم بدر، واصطفت الجهتان، وتواقف أهل الحق وأهل الباطل، ثم دارت رحى المعركة العظيمة الجليلة القوية الكبيرة التي أنزل الله تعالى فيها نصره على عباده المؤمنين، وسماها سبحانه وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. كان عكاشة رضي الله تعالى عنه من أوائل المقاتلين المشتركين في هذه المعركة. وبين هو يقاتل إذ حصلت معه حادثة عجيبة جدا.
كان يضارب بسيفه فإذا بسيفه ينقطع أي ينكسر. والسيف سلاح المقاتل وهو في أرض المعركة، والسلاح إذا فقد في لحظة من اللحظات فقد يتعرض المقاتل للقتل في أي لحظة. استطاع بحنكته وخبرته أن ينفذ ويستطيع أن يخرج من بين المقاتلين وينطلق إلى عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله كان المسلمون قد بنوا له عريشا، أي بمثابة الخيمة الصغيرة التي يظللها شيء من ورق الأشجار، نصبوها له في مكان يطل على موضع معركة بدر. وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه سيفه المكسور، فنظر إليه ثم قام فنظر فإذا شجرة قريبة منه، فأخذ صلى الله عليه وسلم غصن شجرة منها فأخذه واقتلعه بيده، ثم قال خذ يا عكاشة. وعكاشة في البداية ينظر مستغربا، ماذا يأخذ؟ غصن شجرة ليقاتل به بالسيوف، السيوف الحادة التي تقطع بضربة واحدة، يقاتل بغصن شجرة. ولكنه كما قلت صحابي قد اطمأن قلبه بالإيمان، لعل مثل هذا الخاطر قد فكر فيه، لكنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قط، وإنما كان قلبه مطمئنا أن خيرا سيحصل له بهذا الذي أخذه. فأخذه عكاشة ونظر إليه ثم هزه في يده، فلما هزه إذا به ينقلب سيفا صلتا قويا بتارا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فقاتل به. وهذه قضية مهمة يا أيها الأكارم، كثير من الناس يتساءل كيف يكون هذا، كيف يحصل هذا؟ إذا كنت أنت في الأصل متشككا لم يطمئن قلبك إلى مثل هذا. ومرت عبر التاريخ منذ القديم وإلى عصرنا، وقد يستمر هذا إلى قيام الساعة، مر بعض الأشخاص وبعض الناس يتشككون في قضايا المعجزات والخوارق، ويتمنون أن لا يسردها أهل العلم. والحقيقة أننا إذا قضينا حياتنا ما نذكر إلا الخوارق فهذا شيء قد يستنكره الإنسان، أما حينما نذكر قصصا كثيرة طويلة فيها تفاصيل عديدة ثم نذكر خارقة جرت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسمى معجزة، أو مع رجل من أهل الصلاح والإيمان والتقوى والاستقامة فتسمى كرامة، فهذا ليس على الله سبحانه وتعالى بعزيز. ولكن كما قلت بعض الناس قد يغرق فيها وقد يأتي بأشياء لم تثبت من ناحية الإسناد، وبالمقابل بعض الناس أيضا يتنكر لكل خارقة تساق إليه فيقول يا أخي لا تسمعنا مثل هذا، وكلا الطرفين والله تعالى أعلم مخطئ. عاد هذا الغصن في يده سيفا مصلة قويا بتارا بإذن الله عز وجل ومعجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فأخذه عكاشة ثم نزل به فقاتل حتى نهاية المعركة. هل عاد بعد نهاية المعركة غصنا؟ لا، بقي عنده سيفا بتارا إلى نهاية حياته. فلذلك كان عكاشة رضي الله عنه يسمي هذا السيف العون، يعني كأنها إعانة ربانية جرت على الأيدي النبوية، ثم سيقت إلى يد هذا الصحابي الفاضل الكريم عكاشة بن محصن رضي الله عنه. وتمر الأيام عليه وقلبه ثابت مطمئن بالإيمان والدين والحق، حتى إذا كان يوم من الأيام يقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه فيقول لهم كلاما يأخذ منهم بالألباب ويشد المسامع ويلفت الأنظار، فيقول 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر.
الصحابة كلهم لما يسمعون هذا الكلام قد شبهوا، تأثروا، يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. فقالوا: صفهم لنا يا نبي الله. قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون من الرقية، والرقية هي ما يقال عند المريض طلبا للشفاء له. قال يعني لا يرقون، معناها لا يقرؤون الأدعية التي فيها طلب الشفاء للمريض. طبعا من باب الفائدة اختلف أهل العلم من شراح الحديث الشريف في تفصيل معنى هذه الكلمات التي وردت في الحديث الصحيح الثابت في البخاري ومسلم. فبعضهم قال، ونوجز هذا لأنني لعلني سقت هذا التفصيل فيما سبق، لا يرقون بعضهم قال أي لا يرقون برقى الجاهلية، رقى الشعوذة. الدجالون لما يأتي إليهم المريض يرقون ويتكلمون بكلمة الشعوذة والدجل والشيء المنحرف عن الله عز وجل وعن توحيده، فيشركون معه والعياذ بالله وكذا. فالذين لا يرقون على قول بعض أهل العلم أي لا يرقون برقى الجاهلية، فأما رقى الإيمان والدين وما ثبت في الأحاديث فلا حرج. وقال بعض أهل العلم إن هؤلاء قد وصلوا إلى درجة من التوكل والاستسلام لأمر الله عز وجل، بحيث كأنهم يقولون: رضينا بما الله يرضى لنا. فيأتيهم البلاء صابرون، تأتيهم النعماء شاكرون، على كل الأحوال هم مع الله عز وجل. وقيل في شرح هذا الحديث أقوال أخرى، لا بأس أن نفهمه بالقول الأول أو بالقول الثاني فلا حرج. لا يرقون ولا يسترقون. يسترقي يعني يطلب أحدا أن يرقيه، أو يطلب من أحد أن يرقيه، وقلنا ينطبق الشرح الأول على هذا أيضا. ولا يتطيرون أي ولا يتشاءمون، وكان التشاؤم والتطير معروفا وكثيرا ومنتشرا عند العرب، ولا يزال في بعض الناس إلى يومنا هذا. والتطير أصله أنهم كانوا إذا أرادوا عملا، سفرا أو تجارة أو نكاحا أو غيره، يأتون بطائرين، أو يأتون بطائر فيطيرونه، فإذا طار جهة اليمين تفاءلوا خيرا، قالوا نقدم، نسافر، نتزوج، نشارك، نعمل، وإذا طار إلى جهة الشمال تشاءموا ووجدوا أن هذا شر، وقالوا لا نقدم على هذا العمل ولا نفعله. فجاء الإسلام فنقض كل هذه الترهات والسفاهات والسخافات. ما علاقة الطير إن طار على اليمين أو طار على الشمال؟ ما علاقة أن أفتح ورقة فأجد فيها وجها مشرقا أو وجها غير مشرق؟ فهل هذا يعني أن بعض الناس كما قلت إلى الآن ولك يومي معكر، كيف ذلك يا أخي؟ رأيت فلانا، وإذا رأيت فلانا يعني من هو فلان؟ هو الذي يصرف الكون فلان؟ هو الذي يحدد لك ما سيجري في يومك؟ هو الذي بيده مقادير الأشياء حتى يعكر صفك من، فبالتالي تتعقد الأمور عليك أو تسهل الأمور عليك بيد هذا الإنسان؟ قال لا. إذن لا تعتقد بأن الأمور يصرفها غير الله عز وجل. لذلك قال: ولا يتطيرون، لا يتشاءمون. ثم قال الرابعة: وعلى ربهم يتوكلون، أي تمام التوكل، حقيقة التوكل، بحيث إذا استشعروا مثلا أنه لم ينالوا من الرزق ما يطمحون إليه من كمية المال أو من كمية الأولاد، يطمحون في أولاد كثيرين من الذكور فتأتيهم إناث وهكذا، فهم متوكلون على كل حال مهما جاءهم. كما قلنا من نعمة شكروها، من ابتلاء صبروا عليها وحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما جاءهم من البلاء، فهم متوكلون مستسلمون لربهم عز وجل. هذه الأوصاف التي حلاهم بها أي وصفهم بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عكاشة صحابينا الذي نتكلم عن من طيب نفسه فقال، قال: يا رسول الله،
ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال له على الفور أنت منهم، أنت منهم. استنبط بعض أهل العلم مثل هذه القضية، في مثل هذه القضية استنبط مسألة لطيفة، قالوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجعلك منهم، وإنما قال أنت منهم. قالوا هل بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدد من يدخل الجنة وما يدخل النار؟ لا، فكيف له أن يقول مباشرة أنت منهم؟ قال لأن الله تعالى قد أطلعه على ذلك، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهذا إكرام الله تعالى لنبيه. لذلك ما يرد في الأحاديث من أقوال نبوية فيها مثل هذا فإنما هو إكرامات ربانية لهذا النبي الشريف الكريم صلى الله عليه وسلم. فنال عكاشة قصب السبق كما تقول العرب في هذه القضية، قال أنت منهم. وتمر لحظات فيستفيق بعض الناس، هذا الحديث قد أخذ منهم باللب كما قلنا، كلهم يتمنى في قلبه ومضى مع نفسه يقول هل أكون منهم، هل أكون منهم، لكنه مضى يفكر في هذه القضية. فلما قال عكاشة هذا الكلام وسبق به الناس وسمعوه يقال له أنت منهم، فكر بعض الناس في ذلك، ثم بعد لحظات نطق رجل آخر فقال يا نبي الله ادعو الله أن أكون منهم. قال سبقك بها عكاشة. قال إيش الذي جرى؟ كما قلنا هذا إمداد رباني وتوجيه إلهي، الله تعالى أوحى إليه أن يكون هذا الرجل منهم فقال أنت منهم. ما أوحى له بالذي يلي؟ سبحان الله، فقال سبقك بها عكاشة رضي الله تعالى. ويشهد عكاشة جميع المشاهد والغزوات فيكون فيها في صفوف المقاتلين الأوائل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا تمت الوفاة النبوية وانتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى واستنم سيدنا أبو بكر زمام أمور المسلمين وحصلت قصة الردة وما فيها من تفصيل، وادعى بعض الناس النبوة وذكرنا تفصيل ذلك كله في قضايا قصص سيدنا أبي بكر الصديق فيما سبق، كان ممن ادعى النبوة طليحة بن خويلد الأسدي، أو طليحة بن خويلد الأسدي. طليحة هذا كان قد جاء إلى المدينة فأسلم ثم ارتد وادعى النبوة فوق هذا، ولعلكم تذكرون شيئا من قصته، ما الذي جرى له في النهاية؟ عاد فأسلم رضي الله عنه ورحمه الله، لكنه في ذلك الوقت كان متزعما لبعض المرتدين ومدعيا للنبوة. فكلف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جماعات من الصحابة كما تذكرون بقتال المرتدين ومانعي الزكاة في تفصيل طويل، ووجه خالدا لقتال طليحة بن خويلد الأسدي، فخرج خالد ومعه جماعات من الصحابة لقتاله، فكان من جملة من خرج مع جيش خالد لقتال المرتدين وطليحة بالذات صحابينا عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه. وينطلق عكاشة ويتواجه الصفان المسلمون والمرتدون، ويلتحم الجيشان، ويكون في جيش المرتدين ابن طليحة الأسدي ويقال له جبال أو جبال على بعض ما يضبطه المؤرخون. جبال ابن طليحة هذا كان رجلا يظن في نفسه أنه سيرث أباه، وأبوه قد ادعى النبوة وصار له مقام، فظن في ذلك فانتفخ وشمخ في الناس، ويتصاف الرجلان جبال بن طليحة وعكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه، فيتبارزان فيقتل عكاشة رضي الله عنه ابن طليحة الأسدي. وفي التحام المعركة يسأل طليحة أين ولدي؟ يقولون قتل. قتل؟ من قتله؟ قالوا فلان عكاشة بن محصن.
هذه رواية عند بعض المؤرخين وقد نلت إليها لأن هناك رواية أخرى. قال: فيلتحم الطرفان ويشتد القتال، ويكون الذين يركبون على الخيول في تلك المعركة قلة، كان منهم عكاشة بن محصن صحابينا وصحابي آخر اسمه ثابت بن أكرم. فيلتقي ثابت بن أكرم مع أخ لطليحة فيقتتلان، فيقتل أخو طليحة ثابت بن أكرم ويستشهد هذا الصحابي، ثم يلتقي طليحة بنفسه مع عكاشة بن محصن، فيقع في نفس طليحة وهو بطل، لكن يقع في نفسه أن هذا الرجل الذي أمامه فيه قوة وصلابة وشدة، أعني صحابيا عكاشة، فينادي أخيه، فينادي أخاه: يا فلان تعال فاعني على هذا الرجل. ويجتمع الرجلان على عكاشة رضي الله تعالى عنه، فيلتحمان معه وواحد من أمامه وواحد من خلفه، فيكون شهيدا رضي الله عنه بأيدي هذين الرجلين. فلما انتهت المعركة وانتصر سيدنا خالد، تفرغ للشهداء فرأى عكاشة بن محصن وثابت بن أكرم وهما من فضلاء الصحابة، فدفنهما بثيابهما كما تعلمون، لأنهما شهداء معركة مع الكفار، قد ذكرنا التفصيل بالنسبة للغسل والصلاة وما إلى ذلك. ويعود سيدنا خالد إلى أبي بكر، وتمضي الأيام إلى زمان سيدنا عمر. قال: أما استشهد صحابينا؟ نعم، لكن هناك تعلق عجيب بشهادته. تمضي الأيام إلى زمان سيدنا عمر رضي الله عنه، ويأتي طليحة في يوم من الأيام ليعود إلى الإسلام مرة أخرى، فيسلم ويدخل على عمر فيسلم عليه فيقول: من؟ قال: طليحة. قال: غيب عني وجهك. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: أنت قاتل الرجلين الصالحين، عكاشة بن محصن بن محصن وثابت بن أكرم، أنت الذي قتلتهما. قال: أليس الإسلام يجب ما قبله؟ نعم، لكن لعلنا نستذكر القصة الشهيرة، قصة وحشي قاتل حمزة. قبل رسول الله منه الإسلام وكل شيء، ولكن قد يتأثر حينما يراه، وهكذا كان عمر رضي الله عنه. قال: غيب عني وجهك. فقال طليحة كلاما عجيبا، قال: يا أمير المؤمنين، رجلان أكرمهما الله بيدي ولم يهني بيديهما. قال: إيش هي؟ فكر بها، كلمة عجيبة جدا كما قلت. رجلان أكرمهما الله بيدي، أنا كنت كافرا فلما قتلتهما ذهبا إلى الجنة هما شهداء، فأكرمهما الله بيدي، لو فرضنا أنهما هما اللذان قتلاني فأنا حينها سأكون ميتا على الكفر فأهان على يديهما وأذهب إلى النار. رجلان أكرمهما الله بيدي ولم يهني بيديهما. فتأمل سيدنا عمر ثم تبسم له، قال: عفى الله تعالى عنك. ويمضي طليحة رضي الله تعالى عنه بعد ذلك كما تذكرون، فيشترك في حروب الردة ويكون من المبرزين في الخير. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفعنا الله بما تعلمناه، والحمد لله رب العالمين.